ينضم إلينا لمزيد من المتابعة وردة الفعل الدولية على ما يحدث في الجابون، ينضم إلينا مراسل القاهرة الإخبارية خالد شقير من مرسيليا. خالد، هناك بيانات خرجت من رئاسة الوزراء الفرنسية، ما هي التفاصيل؟ نعم محمد، تتابع فرنسا عن كثب ما يحدث في الجابون، هذا ما صرحت به رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، وهذا يرجعنا محمد هذا التصريح لمصالح فرنسا في المهددة في القارة العجوز بعد مالي وبوركينا فاسو والتحديات التي تقابلها السفارة الفرنسية والقوات الفرنسية المتواجدة في النيجر. استيقظت فرنسا هذا الصباح عن هذا الخبر الذي هو مزعج، بالرغم من أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان محمد في الدورة 29 للسفراء الفرنسيين كان قد تحدث عن أن فرنسا يجب عليها أن تتخلى عن دور الأب في إفريقيا، وكان أيضا توقع أن تطال القارة العجوز بعض المخاطر وتخسر بعض من القوى السياسية الدولية على حد وصفه الكثير من المواقف كان الرئيس الفرنسي حذر منها. وتأتي الرياح دائما بما لا تشتهي أو غالبا بما لا تشتهي سفنه، تزداد الأمور تعقيدا بالنسبة للقارة العجوز، وهذا أيضا ظهر جليا من خلال تصريحات المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي الخارجي للاتحاد الأوروبي، المسؤول الخارجي للاتحاد الأوروبي السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، نعم، جوزيب بوريل، الذي أكد أيضا على أن أوروبا أو القارة العجوز بتتابع ما يحدث في الجابون بمزيد من القلق والحذر. نعم خالد، على الأوساط الأخرى، هل أصدرت أحزاب فرنسية معارضة بيانات أو تعليق على ما حدث؟ لأن هناك انتقادات ربما تابعناها خلال أزمة النيجر من المعارضة بأن السلطة الحالية لا تبذل مجهودا أكبر من أجل الحفاظ على مصالحها داخل الدول الإفريقية، لا سيما طبعا منطقة الساحل الغربي ووسط إفريقيا. محمد، الحقيقة المعارضة الفرنسية وأيضا الصحف اليسارية لا طالما اتهمت الرئيس ماكرون وأيضا الرؤساء السابقين على مدار 30 عام باتخاذ سياسة مخالفة للواقع وعدم التعامل بدبلوماسية وعدم تعالي مع القارة العجوز. حاول الرئيس الفرنسي تفادي الأمر وقام بعدة رحلات. اليوم الرئيس الفرنسي محمد يجتمع الآن اجتماع للحكومة الفرنسية واجتماع دوري في قصر الإليزي، يعقبه بعد ظهر اليوم أو بنهاية اليوم لقاءات مع هذه المعارضة الفرنسية التي كانت الإليزي أو كان الإليزي لا يريد أن يشمل هذا الحوار حوار شامل مع جميع المعارضة، إلا أنه راجع نفسه في النهاية وسيلتقي بفرنسا الأبية وأيضا حزب اليمين المتطرف التجمع الوطني. في اللحظات القادمة سنتابع معك خالد ردة الفعل الفرنسية على ما يحدث في الجابون، وهناك أيضا كانت أعلنت شركة التعدين الفرنسية رامت عن تعليق كافة أنشطتها في الجابون. أشكرك شكرا جزيلا خالد شقير مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معنا من مرسيليا.